ما علاقة النسوية بالاستهلاك؟ عندك مؤشر واحد الإحصائية ومنها نطلق 80% من مبادرات الشراء تأتي من مرأة أو بدافع إرادة مرأة. 80% نسبة كبيرة جدا. يعني نسبة كبيرة جدا. ولذلك المنظومة الرأسمالية بما أنه تقرر لدينا أن الهدف الأسمى عندها والواحد في الحقيقة هو زيادة الأرباح، وبالتالي زيادة الأرباح تقتضي زيادة الإنتاج وزيادة الاستهلاك، فضع نفسك مكان هذه المنظومة، تريد زيادة الإنتاج وتريد زيادة الاستهلاك لأن الربا وراءك. فزيادة الإنتاج أليس من البديهي والضروري والحتمي أنك يعني ستحتاج يد عاملة إضافية؟ ستحتاج يد عاملة إضافية، هذه يد العاملة الإضافية كما ذكر ماركس ستكون يعني النساء ثم المهاجرين. فبالتالي يعني لزيادة الإنتاج تحتاج أن تخرج النساء إلى العمل، وتحتاج أن تستهلك النساء. ربما قد أشق الإنتاج سنرجع إليه. نبدأ بالاستهلاك. بما أن هذا المؤشر 80% من مبادرات الاستهلاك تأتي منهن، فبالتالي تحتاج المنظومة أن تكون المرأة لها أولا مداخل أكثر ومصادر مالية أكثر لأن تستطيع أن تمارس هذا الاستهلاك إن صح التعبير، وتحتاج المنظومة أن تبين بأن الاستهلاك أصلا هو تحقيق للذات، هو نجاح في حد ذاته من خلال الظهور والتباهي والتقليد وأشياء من هذا القبيل. فهذه المنظومة تحتاج هذا المكون النسائي أن يكون منخرطا في قضية الاستهلاك والربح المال وإنفاق المال وكذا وكذا. فبالتالي عندنا هذا الشق وما يصاحبه من شق التسويق. فمثلا يعني في الإشهارات تجد النساء في إشهارات النساء وتجد النساء في إشهارات الرجال، مثلا إشهارات السيارات تجد النساء، بل نساء متبرجات عاريات، بل ذهبت يعني تذهب إلى المعرض وتجد نساء يعني متبرجات في منتجات، يعني جميع أنواع المنتجات التي قد تتخيل تجد نساء يعني متبرجات هكذا، يعني بهذا المظهر المنتقى المفبرك بالفوتوشوب لتسويق هذه المنتجات. فبالتالي العنصر الرأسمالي يحتاج العنصر النسوي، ولذلك النسوية دمية بيد رأسمالية، يقال بالفرنسية إيديو أوتيل، يعني ذاك الغبي النافع أو الأحمق النافع. فالنسوية تجد بينها وبين بين المنظمات الرأسمالية وأباطرة الرأسمالية شراكات ودعم مالي. ووقفنا في حقيقة الأمر على يعني أدلة بالملايين الدراهم من دعم من المنظمات العالمية، سواء كانت منظمات مثل البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي، منظمات كبيرة، وكذلك دول، في دعم حركات، في دعم جمعيات نسوية محلية تنشر هذا الفكر النسوي من قبيل تمكين المرأة، تحرير المرأة، مقاربة النوع، محاربة عناوين تبدو جذابة في البداية، تمكين المرأة، تحرير المرأة، محاربة النوع، مقاربة النوع، محاربة العنف الأسري، مساعدة النساء يعني التي حملن من الزنا إلى غير ذلك. العناوين تبدو طيبة وشعارات مثل الديمقراطية الوطنية، المساواة إلى غير ذلك، شعارات جميلة، لكن تجد ملايين الدراهم. لو كانت هذه الإيديولوجية يعني متمكنة لانتشرت بالأفكار، لماذا تحتاج ملايين الدراهم؟ ممكن أرسل لك الوثائق، صفقات زابيل دوفر من جمعيات ومؤسسات غير حكومية تابعة لدول غربية تنشر
هذه الصفقات بملايين الدراهم، والجمعيات المغربية المحلية والعربية عموما المحلية تبادر في طلب هذه الصفقات وتأخذ هذه التمويلات، ثم تنظم ورشات تكوينية بهذه العناوين. فهذا ريع واسترزاق بهذه يعني الوسائل والأسباب التافهة والخبيثة، ونشر هذه الثقافة في النساء. فبالتالي تصبح المرأة عنصرا نسويا بلا شعور، وإن كانت يعني بعض الأحيان تضع الحجاب وكذا، لكن هي تشربت هذه الأفكار من قضية المساواة، الظلم، المجتمع الأبوي إلى غير ذلك. هذا كله في سبيل الاستهلاك. لماذا؟ لأن يعني المرأة يجب أن تستهلك أكثر. المنظومة الرأسمالية يعني لا غرض لديها أصلا لا برجل ولا بامرأة. لو كانت الآلات تستهلك أكثر لدعمت الآلات. الآن الآلات تنتج أكثر من الإنسان في أحيان كثيرة، ترمي الإنسان امرأة أو رجل وتأخذ الآلة. فبالتالي يجب أن نفهم جيدا أن المنظومة الرأسمالية لا تبالي إلا برجل، لكن وجدت في المرأة وسيلة استهلاكية وتميل أكثر بعاطفتها وشهوتها فاستمالتها. هذا من جانب الاستهلاك، لكن هناك جانب الإنتاج. أنت تحتاج زيادة الإنتاج لزيادة الأرباح لتسديد فوائد الربوية، فتخرج النساء من الأسرة إلى فتصور لهم الأسرة أنها حبس، أنها اضطهاد، أنها قمع لقدرتها، لطاقتها، لإبداعها، لإضافتها المجتمعية، لإضافتها في الاقتصاد، لاستقلاليتها المالية، للهروب من الأبوية واضطهاد الزوج والأب إلى غير ذلك. فتصور لها هذه الشعارات من خلال هذه التكوينات، ثم تدفعها للخروج للإنتاج. والمرأة بما أنه ليس لديها مسؤولية في الإنتاج في الأسرة ناحية النفقة، فبالتالي المرأة إذا كانت لها يعني أجرة 5000 درهم ممكن كلها تنفقها في التفاهات. ممكن لا، ممكن تنفقها 5000 درهم في التفاهات، يعني المكياج والخروج والصديقات وكذا وكذا وكذا، في حين الرجل لديه مسؤولية. فبالتالي ممكن تنفق هذا كله وتقبل بأجرة 5000 درهم، في حين أن رجل الذي سيتقدم لنفس الوظيفة سيطلب 7000 ولا 8000، سيطلب 7000 ولا 8000 درهم. لماذا؟ لأن لديه يعني لديه التزامات، هو سيتزوج وسيدفع المهر وسيدفع تجهيز تجهيز الشقة والشقة والسكن والطعام واللباس، يعني لديه مجموعة من التزامات. ربما لديه يعني أمه أرملة، فبالتالي عليه أن ينفق على أمه إلى غير ذلك، فلا يقبل بأجرة التي تقبل بها المرأة. فبالتالي لدينا حالات واقعية تثبت أن الشركة تأخذ المرأة لأنها بأجرة أقل، لماذا؟ لأن لديها التزامات أقل. أنا أعطيك مثال. تصور عندك مجتمع فيه 100 مليون شخص، 40 مليون 80 مليون يعملون، و20 مليون يعني لا يعملون في يعني في العمل. فأربعين مليون ذكر وأربعين مليون أنثى، وفي الذين لا يعملون 10 مليون ذكر و10 مليون أنثى. طيب هذا 10 مليون ذكر الذين لا يعملون هل يستطيعون تأسيس أسرة؟ سيذهبون للحرم، سيذهبون للعلاقات الزنائية. لماذا؟ إن أنت سحبت عليهم العمل. لماذا؟ لأنك وظفت 40 مليون مرأة. فهنا في هذه 40 مليون مرأة هناك حالات لنساء عندها الوالد ولا الابن مريض، ليس لديها والد ينفق عليها ولا زوج ينفق عليها ولا أخ ينفق عليها ولا ابن ينفق عليها ولا عم ينفق عليها، ليس لديها أي شيء. فبالتالي هذه لازم تعمل مضطرة فتخرج. طيب لكن في 40 مليون مرأة ما عندناش 40 مليون مضطرة لها حالة استثنائية، لا هذا استثناء. الأصل تخرج لتعمل للاستقلالية المالية، لأن رأس مالية أنا أقنعتها أن العمل تحقيق للذات، مع أن العمل يعني تعب لا بد منه، نتكلم عن العمل الربحي، تعب وإلى غير ذلك. فبالتالي هي تخرج فتأخذ مكان هذا 10 ملايين رجل. طيب يقول لك لا، المعيار هو الكفاءة. لا، بالنسبة لرأس مالي إذا جاءه من سيعمل بنفس الكفاءة بأجرة أقل يأخذه. فكرة رأس مالي، شوف إذا بغيت تفهم رأس مالية فكر في المادة بس صافي.
فبالتالي هذا 10 ملايين ديال الرجال سيذهبون للفساد وللحرام وللمخدرات ولإفساد المجتمع وللبطالة وللهو والسهو والإفساد في الأسر وفي العوائل إلى غير ذلك. في حين لو كان يعني مجتمع يعني مسؤول غيقول لا ما يمكنش خليه 10 ملايين، لأن المرأة اللي عندها أجرة ما عمرها تمشي تخطب رجل عاطل. هذه قاعدة. قاعدة. فبالتالي لماذا؟ لأن النفقة مسؤولية الزوج. فبالتالي هذه المنظومة جعلت هذه 10 ملايين هكذا عاطلين. في حين خصنا نأخذ ذاك 40 مليون مرأة التي تعمل، خصنا نخليه فيها غير 30 مليون. وعشرة ملايين منصب خص يتخذوا رجال بأولوية. لماذا؟ لأن الزوج يعمل معنيتها زوج وزواج وبيت وأسرة وامرأة مصانة وحياة عائلية. زوج عاطل وامرأة عاطل ولا امرأة تعمل معنيتها مجتمع لا يتقدم، يعيش في الحرام والفساد. فبالتالي لا من ناحية الإنتاج ولا من ناحية الاستهلاك رأسمالية تدعمل النسوية بالملايير، وعندنا دلائل كذلك من المنظمات الدولية. طيب الدكتور طلال، هذا الشيء واضح ولا ينكره أحد. دابا شنو نديرو امام هذا التغلغل ديال النسويه ولا الوصول ديالها للبيوت ديالنا المغربيه؟ دابا مثلا تكلمتي على الشركات اللي كيوظفوا النساء، كيفضلوا انهم يوظفوا النساء، شنو نقدروا نديرو؟ هذا تيبقى غير مجرد تنظير، واش كاين شي خطوات على ارض الواقع، ولا خصنا نقنعوا النساء ولا نقنعوا الرجال ولا نزيدوا في كفاءه الرجال، ولا شنو ندير؟ لا، هو عموما الامر يحتاج اولا وعي. بمعنى هاد النساء عليهن، خصهم. انا اعطي واحد المثال ديال الحضاره اليونانيه. كثير من الحضارات لما ياتيها رفاه الانسان يبتعد عن العمل شيئا ما لعمل اخر، وهو العمل التعبدي، العمل الفكري، العمل التاملي، العمل العائلي الاسري الى غيره. في اخر المطاف يعني الانسان يعمل ليوفر وقتا وجهدا. فالمنظومة الإسلامية جعلت للمرأة هذا الحق من البداية، فمن البداية تستحق دائما أن يوجد من ينفق عليها. فبالتالي إذا وعت المرأة هذا ووعى بعض الآباء أن الدفع بابنتهم وإن كانت لا تريد إلى العمل والخروج ومزاحمة الرجال والاختلاط وربما نزع الحجاب للتوظيف إلى غير ذلك، هذا في بعض الأحيان مصيبة كبرى. الزوج يذهب يتزوج المرأة ويقول لها طيب يجب أن تساعديني على مصاريف. أين هي الرجولة؟ يعني هذا تدفع بزوجتك لتخرج، فهذا مشكل. ربما إذا كان يعني واحد الإطار شرعي، مثلا اليوم هناك أعمال كثيرة عن بعد، مثلا ممكن المرأة في بيتها تبيع منتجات وتوصلهم بالبريد، ولا تصمم منتجات، ولا تجارة إلكترونية بضوابطها الشرعية. يقول فين المشكل أن تخرج تكون موظفة؟ شوف هنا يكون هناك إشكال من حيث هذه 10 ملايين. إذا كان الرجال يعني أخذوا المناصب الممكنة ثم كان هناك فائض أو حاجة ممكن نتكلم، لكن أستاذ دكتور غير ما يشوفش الماكرو، ما يشوفش النظرة البعيدة، وغادي يشوف غير راسه. يقول أنا باش 10 غادي نخسر أنا إلى خدمات مرتي وعاونات. إذا كنت ترضى أنه في الساعة 7:30 لما تغلق الأبواب تكون زوجتك هكذا ملتصقة بين رجل وراءها ورجل أمامها ورجل في جنبها الأيمن ورجل في جنبها الأيسر، وترضى ذلك، فنكبر 4 تكبيرات على رجولتك. لحقيقة هذا اختلاط محرم ممنوع شرعا. فبالتالي إذا كنت ترى أنها من الممكن أن تذل نفسها هكذا، وأعطيك إحصائية في فرنسا. غير قولك أستاذ ماشي جميع الأعمال غادي تمشي لهم بالطوبيس، ولا عندها طونوبيل، ولا غادي نوصلها أنا، ولا ماشي يقولك شي حاجة بحال هكا. يعني يقولك ماشي غير هذا. طيب هذا عمل يعني في كابين صندوق وحدها. نعم. أنا يعني نعطيك مثال بسيط. دخلت لواحد إدارة عمومية في الدار البيضاء، سياج يعني مقر اجتماعي لواحدة من أكبر مؤسسات المغرب. قد نقول لك أن الإطاج الغير شوسي يعني في الدخول تقريبا، قد نقوله يعني كاين تقريبا تما 100 منصب.
رأيت رجلا واحدا ربما 80 ولا 90 مرأة. فقلت هذه الطامة الكبرى، أين الرجال؟ لماذا؟ لأنها تقبل بأجرة أقل، ولأن هذا هو السبب. لا يعني ماشي أسباب أخرى، قضية الكفاءة. لا 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 ماشي قضية، لا ولا المشغل هو المشغل هو اللي تيختار المرأة. شوف كاين أولا كاين الشيء اللي قلنا قضية الجندرة. نعم. السياسة الدولية التي تدعم هذه الجندرة يعطونك تمويلا ويلزمك أن تكون عندك المساواة في المؤسسة. فحل بعض النساء التي دخلنا في مناصب بالكوطة، فبالتالي قد تكون كفاءة وقد تكون مدعومة، لا نعمم، لكن في بعض المؤسسات يكون هناك قوانين، فبالتالي عندك واحد رجل يعني جاب 95% في الامتحان ومرأة جابت 94%، ولكن ما وصلتش كوطة غتاخذ المرأة اللي عندها 94. هذا في المؤسسات العمومية. أما المؤسسات الخصوصية المادة، راجل غيخدم 6000 المرأة غتخدم 5500، المرأة نفس الدبلوم نفس التكوين، المرأة. لماذا؟ أنه عنصر أقل تكلفة. المشكل أن في المؤسسات وبعض النساء يشتكين كيقول لك لماذا يعني الأجرة لنفس المنصب أقل للمرأة، فيجب أن تكون هناك مساواة. هذا هبل إيديولوجي، أنا أسمي هذا هبل إيديولوجي. لماذا؟ لأن رأس مالي لا يرى المسألة هكذا. رأس مالي يرى المسألة بالطريقة التالية، سأدخل الرجل إذا كان يسكن المدينة فغالبا سيتزوج ويبقى هنا، ها واحدة استقرارية على المدى الطويل. ثانيا رجل لن يتزوج وربما يتبع الزوجة، العكس الذي يقع هذه الثانية. ثالثا رجل لا يلد يعني 3 أو 4 الخطرات ولا 5 أو 6 أو 7 الخطرات في المشوار دير، أقل انقطاع عن العمل، والانقطاع عن العمل يحتاج إعادة إدماج ويأخذ وقت وتكلفة. فبالتالي في الحياة العملية بين الرجل والمرأة 20 سنة عمل المرأة هي ربما فقط 17 ولا 16 ولا 15 سنة، الرجل 20 سنة عمل هي 20 سنة عمل. فرأس مالي يقول لك أنا مستعدا أؤدي أكثر لهذا الاستقرار. فهذه المساواة من ناحية الماكرو اقتصادية لا يمكن أن تقع، دائما يجب أن يكون رجل السعر ديالو أعلى. لماذا؟ لأن ساعات العمل والاستقرارية على المدى الطويل من ناحية الماكرو اقتصادية منطقية، من ناحية النفعية المادية. لكن الذي يقع هو أن كثير من المشغلين أصلا لا يرون هذه المسألة على المدى الطويل، ولذلك يوظف النساء بثمن قليل. بالتالي الحساب ما هو؟ جاءني رجل ب7000 درهم، جاءتني امرأة ب5000 درهم. طيب رأس مالي ماذا سيقول لك؟ طيب رجل استقلالية وكذا 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 وكذا، أنا أقدر أن قيمة هذا الاستقرار وهذا المدى الطويل وهذا عدم الغياب عن العمل بسبب الولادة وكذا 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 سيكلفنا على المدى الطويل 10%. طيب إذن 10% إضافية، إذا أضفنا 5000 على 5000 و 10% على 5000، ربما أنا مستعد أن أؤديها 5500 أو 6000 للرجل، لكن هذا طلب 7000 أوظف المرأة. حسابة نفعية مالية محضة. فبالتالي ملي كتشارك تلقى هذه الإدارة فيها 90 مرأة ورجل ورجلين، تقول هذه طامة. لماذا؟ لأن هذه 90 مرأة هي أصلا تنتظر من يخطبها، والذي يخطبك هو عاطل عن العمل، أنت في مكانه اذهبي أنت فخطبيه. فبالتالي أنت لن تنفق على المنزل، لأن الإسلام لم يكلفك بهذا، ويعرف أن فطرتك ليست هكذا. فبالتالي الفطرة غيرت، لأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تغيير الفطرة، تغيير الأفكار، تغيير القناعات. فبالتالي كتجي هذه المرأة متشربة بهذه الأفكار النسوية. فهذه الأفكار النسوية فيها كفر، ممكن نناقش هذه المسائل لاحقا، لكن هنا هذه المنظومة غيرت. فالواقع هو أن الأب والزوج والأم والزوجة يقتنعوا أن تركيبة المجتمع لتنتج لنا جيلا قويا ومتناسقا مع هويته يجب أن تغير هذه المبادئ الأولية التي جاءتنا من منظمات رأسمالية عالمية تدعم هذه النسوية بملايين الدراهم. طيب واحد زاد عنده ولد مسلم بحالنا بحاله في واحد البلد اللي هو إسلامي، كيفاش غادي ينشئ هذه البنت هذه؟ وشنو هما الأفكار اللي غادي يزرع فيها باش أنها يعني ما تكونش نسوية؟ شوف قضية النسوية نعم فعلا هي معركة فكر مهمة. لماذا؟ لأن النسوية جاءت على مراحل، وحقا الأمر أنا ناقش كبريات النسويات سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الفكرية، فناقشت واحدة جاية من جامعة برينستون دارسة النسوية يعني
الفكر كفلسفة ويرى خواء، ولكن كفلسفة عموما والتاريخ وموجات الموجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة دارسة وكذا وكذا، لكن يتبين خواء الفكر مقارنة مع الإسلام والتموقع والهوية. كذلك يعني ناقشت يعني نسويات أتينا من باريس هنا في برامج كذا، وكذلك ناقشت يعني وزراء وزيرات كنا نسويات، يتبين أن العمق الفلسفي ضعيف جدا ضعيف جدا. ولذلك من أراد أن يفهم النسوية أولا بالنسبة إلي أول حاجة أنا أفضل امرأة تنتقد النسوية على 100 رجل ينتقد النسوية. لماذا؟ لأنه مزرع علوم أن القضية ديال الذكورية والأبوية، وهي الأبوية في الحقيقة نعمة وليست نقمة. لماذا؟ لأن الأب يحمي، الهدف ديالو الحماية والنفقة والشرف وعلاقات الأسرية إلى غير ذلك، فبالتالي هي في الحقيقة نعمة، ولكن هم زرعوا لهم أنهم نقمة. لماذا؟ إن كمنظومة رأسمالية أفضل لك أن تكون هذه المرأة ذات استقلالية، وربما استقلالية مطلقة بمعنى مطلقة، بمعنى مطلقة. لماذا؟ لأن المطلقة ستضطر إلى شراء منزلها والزوج منزل، وهي تشتري سيارتها وثلاجتها وغسالتها، والزوج كذلك. يعني بمعنى مجتمع متفكك أصلح لرأسمالية من مجتمع مترابط بالمنظور التقليدي يعني العائلي. ولذلك ما بعد السيولة والحدث السائلة تفضل مجتمع متفكك، لأن الأفراد منعزلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تأكل الذئب من الغنم القاسية. فهذه الغنم القاسية عندها ضعف، أما التركيبة التقليدية التركيبة العائلية عندها قوة. فبالتالي ملي كتجي هذه المنظومة يعني هذا الابن اللي تزاد ولا هذه البنت اللي تزادت، ما هي الأفكار التي سنبين لها؟ هي كيف نشأت النسوية أولا، الموجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. الموجة الأولى كانت تناضل من أجل يعني العمل، إمكانية التصويت، مطالبات يعني بسيطة عموما. الموجة الثانية بدأت تطالب بالمساواة المطلقة في جميع الحقوق والواجبات، كذلك إمكانية الحرية الجسدية وكذا، امتلاك الجسد إلى غير ذلك. هذه الموجة الثانية. وعندنا بالنسبة للموجة الأولى عندنا يعني بوادر انحرافات للموجة الثانية، ولذلك تقول ماري وولستونكرافت اللي هي نسوية في القرن 17 إن لم تخن الذاكرة: الزواج دعارة مشرعنة. مؤسسة الزواج دعارة مشرعنة، وهي أصلا كانت عندها حياة دعارة دعارة، كانت تنتقل من رجل إلى رجل. أما في سيمون دو بوفوار، لذلك أنا شفت واحد المقطع انتشر ديال واحد الصحفية مع واحد كتكلم له، وجبدت له سيمون دو بوفوار وأجابها بجواب لا يليق في ذاك المحل. سيمون دو بوفوار يعني الفكر النسوي المتطرف المتشدد ضد الأسرة الداعم للكفر الشيوعي، هكذا يجب تعرية سيمون دو بوفوار من ناحية الفكرية، لأن فكرها هو الذي دمر المجتمعات في الجيل الذي أتى من بعدها. تعرف ماذا تقول سيمون دو بوفوار؟ لا نولد نساء بل نصير كذلك. هذه نظرية النوع، لكن أخطر من هذا. الأمومة اضطهاد. تقول الأمومة اضطهاد. هذه النسوية الأولى تقول لك الزواج شرعانة دعارة مشرعانة، وهذه تقول لك الأمومة اضطهاد ولا نولد امرأة بل نصير امرأة. فبالتالي هذه المرأة التي تقول الأمومة اضطهاد ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. فأيهما أسلم؟ طبعا واضح النتيجة. فبالتالي هذه لما أخرجت له سيمون دو بوفوار هذا فكر نسوي متأصل، موجة أولى يجب أن يجاب بشكل صارم، ماشي تقول يعني الأسرة وغيجي الصباغ شكون اللي غيستقبل الصباغ، هذه أجوبة يعني شكلية. كيف نجيب بحال هذه؟ اللي غادي تقول لك هذه تجيب أنني سيمون دو بوفوار تنشر الكفر، أنت مسلمة ولا كافرة؟
أنت مسلمة. طيب إذن ها أصول الإسلام. سيمون دو بوفوار تقول لك الأمومة ضطهاد. أنت متفقة؟ واش متفقة أن الأمومة ضطهاد؟ واش أنت عندك أبناء؟ إلا عندك أبناء واش هما ضطهدوك؟ العجيب أنها قالت في الحوار أن فرحانة أنها أم ولكن ما بغاش تدي أدوار الأمومة وبغى أنها تكون صحفية وما بغاش تدير الدور اللي كدير أمها وخالتها. قالتها بحالك أنا عاقل كيما طيب أنا أوقف إن شاء الله مع الجيل ديال الأبناء. سبحان الله أنا تفكرت في هذه المسألة بحال كتقول أنا راني خدامة أنا عندي بطاقة الصحافة ولكن ما كنديرش الأدوار الصحفية وخدامة في الفلاحة ولا شي حاجة. يعني ديك الأمومة ما عندها حتى معنى اللي ما كديرش الأدوار ديال الأمومة. شوف هو في حقيقة الأمر المنظومة الرأسمالية تريد أن تخرجها. لماذا؟ تفضل أن تكون هذه صحفية وتنتج الأخبار وتكون واحدة أخرى يعني تستهلك الأخبار تعمل وتؤدي لتشتري جريدة وتستهلك الأخبار وتستهلك البرامج وتشترك في القنوات وهذه تنتج وهذه تؤدي وفي الوسط كما قال روكفيلر تزيد الضرائب تزيد الضرائب. فالمنظومة الرأسمالية من أهم الأهداف التي بسببها أخرجت المرأة للعمل أن تضاعف الضرائب التي تؤدى للمؤسسات الضريبية وكذلك تضاعف القروض الاستهلاكية لأن المرأة مع عاطفتها تستهلك أكثر 80% كما رأينا في الإحصائيات. لكن هذا لا كيفاش نجاوب بحال هاد الصحفي لا انا قلت لك سيمون دو بوفوار فاش تجيبها ليا شنو نجاوب هذه يجاب على ناحيه الفكر سيمون دو بوفوار ماشي افكار مسائل شكليه ديال طيب ممكن نقولوا المراه تخرج الى العمل في فرنسا اللي هي المفروض انها دوله يعني بالمعايير ديالهم دوله متطوره في فرنسا 100% من النساء وقعنا في التحرش في وسائل النقل 100% من النساء التي أخذنا وسائل النقل وقعنا في التحرش. إذن ها بلاد سيمون دو بوفوار نتيجة تحرش. في بريطانيا 97% من النساء في وسائل النقل مورس عليهن التحرش. هل هذا تبرير للتحرش؟ لا ولكن هذا واقع. المرأة مرأة ورجل رجل. الرجل عنده هرمون الشهوة اسمه التستوستيرون 17 ضعف مقارنة مع المرأة فطبيعي جدا أن تكون إرادة الرجل للمرأة بأضعاف مضاعفة إرادة المرأة للرجل وهذا لا ينفي أن المرأة تشتهي الرجل ولذلك أمرها الله سبحانه وتعالى هي كذلك في القرآن أن تغض بصرها وهذا أمر تغفل عنه النساء مصيبة كبرى أنها تظن أن الرجل عليه أن يغض بصره وهي تطلق بصرها لا عليهن يعني يغضضن من أبصارهن نعم. فبالتالي يجاب على سيمون دو بوفوار من الناحية الفكرية لا من الناحية الشكلية. سيمون دو بوفوار فكر كفري يقول لك الذكر كالأنثى يقول لك تأخذ نفس الإرث والله سبحانه وتعالى في آية الإرث يقول يوصيكم الله يبدأ الآية بيوصيكم الله وفي آخر آية الإرث فريضة من الله. سيمون دو بوفوار تقول لك لا نفس الحقوق نفس الحقوق. سيمون دو بوفوار تقول لك جسدي ملكي وبالتالي سيمون دو بوفوار تقول لك يجب أن يكون لنا شرعنة وحلية العلاقات خارج إطار الزواج. شرعنة الكفر شرعنة الزنا كفر شرعنة الزنا كفر. لماذا؟ لأنه إذا قلت أن الزنا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى حلال وأن حرية شخصية فهنا تحلل الحرام المعلوم من الدين بالضرورة وهذا كفر هذا كفر. فبالتالي لا نقول أي شخص قال هذا فهو كافر لا لكن نقول أن الفكرة كفر. أما هذا قضية الحكم على الأشخاص المعينين هذا دور العلماء والقضاة. الموجة الأولى الموجة الثانية ماذا جاءت بعدها؟ الموجة الثانية التعميم كما قلنا جسدي ملكي والعلاقات خارج إطار الزواج إلى آخره. الموجة جاءت بعدها موجة ثالثة وموجة رابعة. الموجة الثالثة يعني نظرية الجندرة نظرية النوع. الموجة الرابعة ما يسمونها بالفيمينيزم انترسكسيونال يعني قضية إدخال المعارك الأخرى المتعلقة بالأقليات مثل الشذوذ والعنصرية في النضال النسوي ولذلك تجد المنظمات النسوية من أول داعمي الشذوذ. فتبدأ طريقك بسيمون دو بوفوار وهنا نهاية طريقك فاختر أي طريق تريد أو أي طريق تريدين. فبالتالي هذا مآله الكفر وبدايته كفر أصلا. لما يكون عندك تعطيك نسوية معروفة مغربية مقيمة في الديار الفرنسية تحتفي بها الديار الفرنسية
تقول لك الحرية الجنسية هي الوسيلة الوحيدة للفرار من الأبوية الاجتماعية في المجتمعات العربية. موجة ثانية، مرأة حرية جنسية، إجهاض كذا مطلقا. وتقول هذه نفسها دون ذكر اسمها، تقول أنا خائنة وأقبل أن أكون خائنة وأدعو الناس أن يكونوا خونة. خونة لماذا؟ لهويتهم، لثقافتهم، لدينهم. فهذه جاهلة ويعني تحاضر في 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 أشياء يعني لا طاقة لها بها، ثم يعني تزعم أنها تدرس دراسات وتكتب كتب وتعلم النساء المغربيات والعياذ بالله. فبالتالي هذا النسوية هو فكر، وفكر كفري طبعا، على النساء أن يعين خطر هذا الفكر والمصائب التي تتخلل هذا الفكر. إن نهايته شوف، جت دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما هو النموذج للشخص التعيس في المجتمع الأمريكي؟ أكثر تعاسة في المجتمع الأمريكي من هو؟ امرأة 42 سنة عاملة في أعمال عليا، يعني طبيبة، محامية، مهندسة، أستاذة. هذه وصفة التعاسة، وصفة التعاسة. علاش؟ لأن ملي كدير ها كيبداو بها الأفكار النسوية من الأب والأم. أنا ناقشت وحدة يعني صدمت، الأب إجازة في الشريعة، الأم إجازة في الشريعة، البنت خاصها تخرج. لماذا؟ قلت لها لماذا؟ طيب في هذا الزمان يعني لا تدري هل الزواج سينجح أم لا ينجح. طيب أنت تضعين بذور فشل الزواج، أصلا أنت تزرعين بذور فشل الزواج، تريدينها أن تدرس لتربح المال وتعمل. فنحن لا نقول المرأة لا تدرس، بالعكس. بعضهم يظن أننا أن قولنا العمل المرأة استثناء وليس أصل هو تشجيع، ودراسة المرأة في أماكن مختلطة استثناء وليس أصل، هذا تشجيع ضمني على تجهيل المرأة واضطهادها من ناحية المعرفية وفقرها وكسلها. كذب. لماذا؟ لأن ما الذي نقوله نحن؟ التي ستربي الأجيال المقبلة إن كانت جاهلة ستطلع لك جهالة. نعم. في العموم بعد استثناءات موجودة. نحتاج امرأة متعلمة، ولكن التعلم لا ليس معناه يعني الاختلاط للتعلم. اليوم مع اليوم ممكن لك تقرأ في داركم ستانفورد وكامبريدج والإم آي تي وأوبن كورسوير وإيدكس وكورسيرا وجميع المنصات العالمية بأرقى الشواهد العالمية وأنت جالس في دارك. انتهى زمن الاختلاط للتعلم وكذا وكذا، ولا زمن ولا. فتكون حافظة أو تحفظ القرآن وتدرس السنة وتدرس الفقه وتدرس حقوقها وواجباتها وتدرس التربية وتدرس العلم وتطورت المجتمع لتحصن أسرتها من هذه النزعات الفكرية الكفرية التي تدخل في البيت من خلال أجهزة التواصل، ويكون يعني الأبناء محصنين من هذه الاختراقات التي تقع في الأسرة. كيفاش بغيتي امرأة أمية تحصن هذا الجيل؟ خاصها تكون واعية فطنة ولذلك تتعلم، وإن بقي لها وقت إضافي خارج التزاماتها البيتية والزوجية ما المانع أنها تعمل عن بعد بدون اختلاط، تعمل في الخدمات عن بعد، تعمل في الإنتاج عن بعد، تعمل في التجارة الإلكترونية عن بعد، خدمات الإنترنت كلها ما دامت تحترم الضوابط الشرعية لا إشكال. لكن الإشكال لما يكون ذلك يخالف الشريعة، يخالف الضوابط الشرعية. تقول لك لا وأنا عندي كذا، أنت استثناء. نحن نتكلم عن الأصل، لا نتكلم عن الحالات الاستثنائية التي قلنا فيها المرأة هي التي تعيل لأن الأب مريض والزوج ليس هناك والابن صغير، هذه تخرج تعمل، لا خيار لها. لكن الأصل يجب أن يبقى. هم بغوا يبدلوا الأصل هذه الحركة النسوية. أنا شفت بأنه بعض النسويات ولا بعض البنات اللي باغين يخدموا ولا عندهم أحلام ديال الرجال، حتى هي بغات تخدم باش تدي ولادها لوالديها الحاج، بغات ترد لوالديها. هذا هو الفكر دابا اللي سائد بالنسبة للبنات اللي بغاو يخدموا ويحققوا ذاتهم، من غير طبعا الفكرة ديال أنهم تحصنوا نفسهم
أنه هذا الرجل ممكن أنه ما يستقش ليا، ممكن أنه يطلقها، ممكن أنه كذا. فشنو بالك دابا أنت في هاد الأفكار اللي تحولت بالنسبة للبنات اللي كيقراو، ما كيقراوش فقط من طلب العلم، كتقرأ باش تخدم، ماشي تتقرا باش انها توعى، باش انها تزيد في الفكر ديالها. نتيجه الفكر النسوي وتغيير الفطره، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء والمتشبهون من الرجال بالنساء. فهناك ادوار مختلفه، ليس الذكر كالانثى، للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. فهذه الأدوار مختلفة. إذا وعت بهذه المسألة ووعت أن، وهذه الجملة غنقولها لك وسطر عليها مزيان، النسوية أول عدو المرأة، النسوية أول عدو الأنثى، النسوية أول عدو الأنوثة، النسوية مقبرة المرأة والأنوثة. هذه حقيقة ما يسمى الإنجليزيون البوتوم لاين، النتيجة. لماذا؟ التعاسة كما قلنا، أكثر إنسان تعيس في الولايات المتحدة الأمريكية هذا نموذج، 42 سنة وحيدة ما مزوجاش، ما كاينش الأطفال، مهنة عليا راقية إلى غير ذلك. لكن ماذا ما الذي يقع؟ تدرس، لا ما يمكنش نتزوج قبل ما ندرس، وشنو المانع؟ خاصها الدرس بعد توصل 25 عام، عاد الدرس وتاخذ وتبدا الكارير، تبدا الكارير ديالها، عاد تبدا تفكر في الزواج. 25 عام 26 يقدر يتعطل اللي غيخطبها، واللي غيخطب ربما ما بغاش وحده كتخدم الى غير ذلك. فانت كتصيفطيها 30 عام ما مزوجاش، من بعد انت كأب وكأم راه مع الأسف غتحمل مسؤولية الاضطرابات والتعاسة النفسية التي غتبقى في هذاك البنت إلا تزوجت مع الطلا وما دارتش الوليدات، ولا إلا ما تزوجتش، ولا إلا تزوجت وتسبب داك الوضعية ديالها في الطلاق. مع الأسف أنت كنتي باغي ترفعها تشد ديبلوم وتخدم، ولكن هناك أولويات في الحياة. رجل عليه أن يخرج ويأتي بالنفقة ويحمل ويكد، يعني يجب أن يتعب حتى يستطيع أن يحصن بيته. أما هذه المرأة فمن أولوياتها أنها تكون ابنة صالحة وزوجة صالحة وأخت صالحة وأم صالحة. راه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، راه لم يقل هذا عن فراغ صلى الله عليه وسلم، بل لأن شرف المرأة في درجة عليا خصوصا في أمومتها. هذا لا يعني أن المرأة التي ليست أم ليس لها شرف، لا أبدا، لكن هي كذلك استثناء لا حكم. نحن نتكلم عن القاعدة العامة، فهمتي؟ راه كذلك كاين رجال لا يتزوجوا، هو شنو ماشي راجل ما كتبلوش الله، هذه مكاتب هذه مسائل. لكن نقول إذا أنت غيرت الفطرة وغيرت العلاقات الاجتماعية فستجني ما تزرعه. ولذلك في الإمارات العربية المتحدة الآن نسبة الطلاق 62% ولا مسلمة، في فرنسا أكثر من 50% طلاق، المغرب القربي يوصل لنسبة 50%. نسبة الأبناء الذين يولدون خارج إطار الزواج أبناء الزنا في فرنسا كم؟ 60%، يعني أكثر من نصف الشعب أبناء زنا. تصور دابا، تصور المجتمع اللي غادين ليه. في المغرب الإحصائيات كتقول أنه كل، يعني كل، لا أدري واش كل يوم ولا كل أربعة أيام، ربما نرجع لهذه الإحصائية باش ندقوها، لكن ابن يورما يعني واش تصور أننا وصلنا لدرجة أن الأم كتهز فلدة كبدها وتضعه في القمامة؟ هذه علاقة زنائية، هذه النتيجة النسوية، حرية جسدي، وها النتيجة. فبالتالي ولذلك يعني قال عبد الوهاب المسيري في، وتفطن جيدا هذه المسألة، أن الشذوذ الجنسي نتيجة حتمية للمجتمعات الغربية. قال الأستاذ لماذا؟ قال لنا أصلا العلاقة مع الجنس الآخر فيها تكليف، قد ينتج عنها أبناء، أما العلاقة مع نفس الجنس لا, لا, لا تكليف فيها، تخرج باللذة فقط دون تكليف. فقال له الأستاذ لا يمكن، لأن عبد الوهاب المسيري راه 80s الولايات المتحدة 70s باش دار الأطروحة دياله، وما بقى حتى وصلت الولايات المتحدة لما قاله عبد الوهاب المسيري.
أنت كتشوف الآن منظمة الدولية تدعم هذه الحركات المنحرفة، والمنظمة النسوية تدعمها وتدعم المنظمة الدولية هذه الحركات النسوية. مثلا نعطيك مثال آخر، لماذا الرأسمالية تحب النسوية؟ 12 مليار دولار في عمليات التجميل لا شيروجي استيتيك، هذا ماشي سوق 12 مليار دولار، هذا السوق فقط بسيط أكبر من ميزانية وإنتاج دولات كثيرة في العالم. دولات كثيرة لا تنتج 12 مليار دولار. ثم كذلك عمليات التغييرات 3 ملايير ديال الدولارات. فكيف تريد أن المؤسسات الطبية الرأسمالية لا تدعم هذه الحركات؟ كنشوفوا بأن النسويات أغلبهن ولا أكثرهن كينتهي بهم المطاف، يعني من بعد ما يمروا بهذاك الباحث والمسيرة ديالهم في تاني سويت كيوصلوا لواحد المرحلة ديال أنهم الإلحاد. يعني واش كتشوف بأنه هذا هو المسار الطبيعي، يعني وعلاقة الإلحاد بالنسوية؟ نعم، هو في الحقيقة يعني العلاقة مزدوجة. العلاقة الأولى هي أن أصل هذا الكفر، هذا الفكر كفر. ولذلك لما كنت أناقش يعني دابا المشكل النسويات المغربيات لا يعرفن الامتدادات الفلسفية والأصول الفلسفية لفكرهن، فهن نوع من الكائنات الهجينة. لماذا؟ لأن أصل الفكر إذا عرفته عرفت أنه كفر، فلا يمكن تكون مسلما ونسوي، هذا لا يمكن مطلقا. والنسوية ليست هي حقوق المرأة، هذا كلام فارغ، هذا يعني شعارات فارغة. النسوية فلسفة، فلسفة تذكر كل ما ذكرناه في حسب الموجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. لكن أصل الفكر كفر، فإذا أردت أن تكون متناسقا مع هذا الفكر كله يجب أن تكون متناسقا مع الكفر. أنا في نقاش على المباشر مع نسوية جاءت من باريس في برنامج، قلت لها يعني قلت لها دابا الآن أنتم تطالبنا ب يعني عدم تزويج ما تسمونه القاصرات، وهن ليست قاصرات، هن نساء عندهم أقل من 18 عام، نساء، فتغيرون الألفاظ. علما أن في الولايات المتحدة يتزوجنا في 13 14 عام كثير من الولدين، فتقولون منع تزويج القاصرات، هل أنتم ضد هذه العلاقات في 17 عام؟ سكوت، سكت، لأني لا يتكلم إنهما معه، لأن الفكر النسوي يقتضي الموجة الثانية فما فوق أنك مع العلاقة خارج إطار الزواج حتى ابتداء من 13-14 سنة 13-14 ما كاينش إشكال، فبالتالي أنت مع. وهنا دابا المشكل ديال هذه النسويات المغربيات الهجينات أنهن ملي يعني المدراء ديالهم في الغرب ملي غيرجعوا لأن العلاقات قل من 18 سنة ما كاينش فيها إشكال، فرنسا سنت قانون أن لا ماجوريتي كونسنسوال سيكسوال ما 15 عام. 15 عام دابا شغتقول لك هاد النسوية المغربية ديال 18 عام غتوحل. علاش؟ لأن المدراء ديالهم غيروا رأي. كتقول لك النسوية بغينا نحيدوا زواج قاصرات، بغينا نحيدوا النفقة، بغينا نحيدوا يعني بغينا نزيدوا في المتعة وفي النفقة، بغينا نريد يعني أن المرأة تكون لها الولاية، نريد حذف التعصيب، نريد حذف قضية استطاعة الزوج، نريد حذف جميع الأشياء التي تمت للإسلام بصلة. قلت لها أنتم تريدون حذف الإسلام؟ قالت لي بالعبارة، بالعبارة الآن غن كما قالت أوني فيان، نحن قادمون إلى ذلك. وهذه موثقة مسجلة في النقاش ديالي مع بعض النسويات الأول ماشي الثاني. فإذا هؤلاء عندهم مشكل مع، قلت لها إذا طيب تريدين المساواة في كل شيء، عليك أن تكوني منطقية مع نفسك، يجب أن تحذفوا إلزامية النفقة للزوج، ويجب أن تحذفوا المهر، ويجب أن تحذفوا إلزامية إسكان الزوج الزوجة يتقاسموا، ويجب أن تحذفوا إلزامية كسوتها، ويجب أن تحذفوا إلزامية إطعامها يتقاسموا، يجب أن تحذفوا إلزامية نفقة الزوج على الأبناء، ويجب أن تحذفوا المتعة عند الطلاق، ويجب أن تحذفوا نفقة للأطفال عند الطلاق، ويجب أن تحذفوا جميع الامتيازات التي يعطيها الإسلام للمرأة. قلت لي أنا لا إشكال عندي مع حذف كل هذا. علاش؟ هذه متناسقة مع فكرها الذي أصله كفر. أما النسوية العربية هذه منافقة.
كتقول لك أنا أريد الامتيازات الإسلامية، النفقة والمتعة والمهر وال إلى غير ذلك، لكن يعني أريد أن أخرج متى ما شئت أينما شئت وأمارس كل ما شئت إلى غير ذلك. والفقهاء تكلموا في هذا، قالوا يعني إذا كان المرأة تخرج بغير رضا زوجها ولا تعود إلا بالليل فلا نفقة لها، أو مثلا صانعة ولا تعود إلا بالليل فبعض الفقهاء أسقطوا نفقتها إن لم فهذه الأشياء يعني تكلموا فيها. فبالتالي هذه متناسقة مع فكرها الكفري. ثم ينتهي ذلك بالتعاسة كما قلت. الدراسات أثبتت أن كاين مقالات كثيرة تبين أن هذه النسويات لما يكبرن لما يبلغن ذاك من 40 للفوق يعيشن التعاسة. ماذا؟ لأن هذه الفترة ما بين 25 ل 35 تمر بسرعة فائقة. خصها المرأة تلقى المرأة النسوية خصها تقضي غرض كله ما بين 25 و 35 خصها تلقى الخطيب ودير العرس وتزوج وتنجب في ذاك الفترة ديال 10 سنوات. ففي حين أن المرأة راح تبلغ من 15 سنة من 13-12 فإذا رأى فيها الأولياء ورأت هي نفسها قابلية في أن تؤسس أسرة فراح تقدر تبدأ من ذاك السن برعاية المنظومة الأسرية العائلية التي تساعد الزوج والزوجة وتؤطرهما وتمنعهما من الأخطاء لأنهم مازالين صغار إلى آخره، صغار بالمنظور يعني الحداثي. أما عمر البالغين رأى أسامة بن زيد كان 18 عام وقاد جيشا فيه عمر وأبو بكر، فهذا التصغير هو سميته الانفانتيليزاسيون، تطفيل أو تصغير الكبار، هذا من كذلك من الأشياء التي يحبها النظام الرأسمالي لأن الطفل يستهلك، على المرأتين تستهلك، وبالتالي هذا الانفانتيليزاسيون في الصالح هذه المنظومة. وهذا يعني كيدل أن كنلقاو هذا التعاسة اللي كيعيشوا فوق 40 سنة هي شيء تقريبا حتمي، وكثير من النسويات ندمنا. ولذلك الآن غنعطيك واحد إحصائية صادمة، لو كان الإسلام بأبوية ظالمة مضطهدة للمرأة لكانت النساء أول من يرتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي وقع على العكس، فتجد نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فقيهات معلمات مؤطرات من بيوتهن. إذن أنت لك تقول الإسلام يضطهد المرأة، علاش في الواقع المرأة اعتزت بإسلامها بل نشرته؟ هذا الشيء يقول لك طيب هذا الشيء ربما قديم، لكن الآن الإسلام يضطهد المرأة. لو كان الإسلام يضطهد المرأة يا من تتخذين الكفار أولياء من دون المؤمنين والفكر الكفري النسوي، لماذا وكيف تفسرين أن أغلبية الداخلين إلى الإسلام نساء؟ سبحان الله، ماشي رجال. كان الدين أبوي وراجل هو اللي عنده الوضعية، كان الرجال هم المستفيدين من هذه الوضعية، لكن الواقع يبين والإحصائية تبين أن النساء غالبية الداخلين. إلى خدينا مثلا مليون داخل أتلقى أكثر من 500,000، يعني أكثر من الأغلبية هي مكونة من نساء. فسري لي هذا المعطى. من لدن عائشة رضي الله عنها إلى يومنا هذا والمرأة تعتز بإسلامها. إذا أنت اللي عندك الفكر مسوس مستعمر، ذنب للاحتلال. فرنسا لما كانت تحت الجزائر كانت ترمي أوراق فلايرز مكتوب فيهم tu es belle retire ton voile، أنت جميلة انزعي حجابك، حيد الحجاب ديال الرجعية. فهذا نشر لهذا الفكر، في حين ملي كتشوف صور الأسواق المغربية والمدن المغربية قبل سنة 1900 و1910 تجد أولا تقريبا النساء ما كاينينش بزاف في الأسواق، كيخلطوش رجال بزاف، وثانيا الصور اللي فيهم النساء كلهم بالحيك، ليست هناك امرأة واحدة بدون حيك، والحيك هو النقاب. حيك هو النقاب فقط في يعني ماشي لباس داخل، لا لا لا, 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 لا في الشرق اسمه النقاب لأنه بثيابين كيديروا الثياب ديال الوجه والثياب ديال الرأس، وفي المغرب ثياب أصيل كما كانوا كيلبسوا في زمان
ثياب واحد، يعني ثياب واحد ينزل من فوق الرأس، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فيتم تغطية الوجه بثياب واحد ينزل على الصدر. وهذا هو الخمار، لأن الخمار في اللغة العربية هو الشيء الذي يغطي الرأس، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فبالتالي هذا هو اللي كنشوفه من تعاسة اللي كتعيش المرأة التي مع الأسف بعد فوات الأوان تكتشف أنها خدعت. دكتور طلال، واش ما كتشوفش بأن النسوية العادية اللي متناسقة مع الأفكار ديالها الإلحادية والكفرية وكذا هي أهون من النسوية اللي هي نسوية بغلاف إسلامي ولابسة واحد الخرقة فوق راسها وعندها هذه الأفكار النسوية، لأنها كتضر يعني المجتمع واحد الضرر كبير، يعني كتستفد مثلا من النفقة، كتضر هذاك الراجل، كتستفد من كل شيء الامتيازات، وبالنسبة للواجبات ديالها ما كتكونش، فكتلقى راسها هي اللي مستفدة وعندها جميع الامتيازات. القرآن بيّن لنا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن العدو الداخلي الذي يلبس لباسك وعقيدتك في الظاهر ويبطن خلاف ذلك أشد في معاملته وفهمه من العدو الخارجي الذي يتميز عنك وعموما يكون بعيدا عنك ولا تتعامل معه. فهذه النسوية التي هي بخرقة أو بزيف، هو مزيف في الحقيقة، هو زيف مزيف فوق رأسها، هي في الحقيقة أخذت أفكار نسوية، وفي بعض الأحيان أقول أنا حتى بعض المنتقبات دخلت فيها أفكار نسوية. أنا شفت استجواب ديال المنتقبة كتقول أنا زوجي لا سلطة له علي، وأدخل متى أحب وأخرج متى أحب وكذا وكذا وكذا، يعني بواحد الكلام ربما متبرجة لا تقوله في المغرب. هذه في فرنسا منتقبة زعمت. ففعلا هذا الفكر لما يدخل بلباس إسلامي ويقول لك يعني هذا إسلامي وكذا وكذا وكذا، هذا يعني مدمر. لماذا؟ لأنه يبيع الوهم. وهذه النسوية في الآخر يعني سيكون يعني تعيسات. هناك شوف، هناك دراسة يجب أن تدرس وأن تربح وتأخذ الاستقلالية المالية، يكادو هما الأنجمة اللي كان استعملوا وكيستعملوا هما باش تلقى علاش ترجع إلى غير ذلك. هناك دراسة لستيفنسون تبين، سطر مزيان على الدراسة، أن المرأة كلما زاد مستواها التعليمي وزاد مستواها المادي الربحي كلما نقصت سعادتها. دراسة علمية، هذه صادمة، هذه صدمتني أنا ملي طلعت عليها. كلما زاد المستوى العلمي وزادت أرباح المرأة كلما نقصت سعادتها. فحتى يعني حتى تفهم أن هذا الطريق نهايته مسدودة، هذا الطريق نهايته مسدودة. ولذلك فهذا النسويات التي يكن بلباس إسلامي، وأنا فقط يعني كسمهم بالفرنسية دوماج كولاتيرال، يعني مع الأسف يعني تبعات لمنظومة أكبر منهن، ويظنون أن النسوية هي الدفاع عن حقوق المرأة. وفي حقيقة المطاف لما تتحدث معها هذه النسوية اللي بلباس إسلامي عموما كتكون يعني كتلقاها يعني متناقضة مع أفكارها. يعني مثلا لا تحب الكلام في قضية طاعة الزوج، والله سبحانه وتعالى يقول فإن أطعناكم فلا تبغوا علينا سبيلا. هذه آية في القرآن ما كتسمعهاش، كتسمع هي يعني الزواج يعني تشاور. طيب نعم الزواج تشاور، لكن اختلفتما لمن القيادة؟ للزوج. ما يمكنش دير لي سيارة فيها جوج ديال القادة، ما يمكنش دير لي باخرة فيها جوج القادة. لماذا؟ الدولة تحتاج قائد واحد، جميع المؤسسات المنظومة تحتاج قائد واحد، وهذا القائد الواحد نص عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه الزوج رجل، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فهذه القيادة مرتبطة بتكليف ومسؤولية، تفضيل ومسؤولية. فبالتالي هذا حق الأمر، يعني أظن أن هؤلاء النسويات التي يلبسن هذا اللباس الإسلامي خدعنا، وإن شاء الله كاين أمل يرجعون. كثير منهن يعني كتقرأ أن كثير منهن وعاو
وفهموا أن هذه القضية للعمل تحقيق للذات والاستقلالية المالية وكذا 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 فقط شيء يؤخرها عن هدفها وهويتها وفطرتها اللي هي تكوين أسرة اللي هي بناء الإنسان بناء الجيل كتمشي تبني هي كابل الدور ديالك تبني إنسان ماشي تبني دار ولا كابل كتشوف داك المرة دايره يعني شفتو دايره هذاك الكاسك ديال البناية حيت هي انجينيور جيني سيفيل وفخوره يعني علاش لانه وصلت انها تزاحم رجل في واحد الموقع اللي المفروض هو المهندس كذا كذا انت ما درتي والو فقط استطعتي انك تمشي تعملي في واحد العمل اللي المفروض كان خصو يمشي له الزوج ديالك اللي يتعب ويجي ينفق عليك انت معززه مكرمه ولكن انت بغيتي زماره تفضلي حنا كرجال حنا كرجال ملي كنلقاو مصدر دخل قار وكيكفينا وليس فيه تعب كثير نفضله على العمل 8 ساعات في اليوم نفضله علاش لان العمل تعب ولكن المنظومه الرأسمالية ما يمكنلهاش تسوق لك واحد الفكره ديال اجي باش نزيدوا بك الانتاج ونزيدوا بك الاستهلاك ونديروك ك يعني كدميه لرأسمالية هذا ما يقبلوش النساء خصنا نبيعوا لها واحد منظومه ديال تحقيق الذات والاستقلاليه الماليه وعندي علاش نرجع ويعني ما عرفتيش دوير الزمان وكذا ورزق والله سبحانه وتعالى دوير الزمان الانسان غدا يوقع له حادثه السير يولي معاق ايوا غدير شنو غدير راه هذه اشياء يعني ارزاق بيد الله سبحانه وتعالى لكن الاصل هذه استثناءات الاصل ان الزوج ديالك خصو ينفق عليك والا الاب ديالك والا الابن ديالك والا الا كنت فقير الاخ ديالك والعم ديالك ولهذا منظومة الإرث في الإسلام هي منظومة لو علمت النسوية ما فيها لهربت إليها لهربت من المنظومة المساواتية إلى المنظومة الإرثية في الإسلام لماذا؟ المنظومة الإرثية في الإسلام ماذا تقول؟ تقول لك طيب عندك واحد الشاب واحد الشابة من واحد الوسط فقير مثلا ورثوا مثلا يعني واحد 100 مليون خلاها لهم با 100 مليون يعني ماشي فقير قولوا متوسط فبين منزل وسيارة وإلى آخره طيب هذا الشاب غا ياخد 66 والبنت غا تاخد 33 مزيان فاصلة 3 والآخر فاصلة 6 مزيان فالشاب شنو تابعه إلا كان في حدبة مثلا عندهم 21 عام راح تابعوا مجموعة المصاريف تابعوا الدراسة والسكن وتابعوا الزواج والمهر تابعوا تأسيس بيت والآتات دياله والنفقة دياله تابعوا كسوة المرأة وإطعام المرأة والأبناء وتابعوا ربما إذا كان هناك طلاق يعني متعة ونفقة لا قدر الله لكن المنظومة الرأسمالية كتبغي ديما الطلاق دونك دابا خصنا نحطو في ليكواسيون تا هو مع الأسف 66 كيبقى منه ما كيبقى منه والو تصرف لكن البنت داك 33 كلها يمكن تبقى في الجيب طبعا من المروءة انها تساعد راجلها في كذا وكذا ولكن تقدر كلها تبقى تخليها في الجيب فقهيا لا شيء يلزمها من انها تنفق فبالتالي في اخر المطاف هي غتلقى زوج يتزوج بها في الاصل ما تقوليش عاوتاني هذيك اللي ما غتلقاش كنهضروا على الاصل تلقى زوج ربما عندها يعني يكون عندها ابناء تما ينفقوا عليها الى غير ذلك فهذاك المنظومه كتخلي لهذاك الشيء كله وإلا مشيتي الوسط فقير ربما الأخ ملزم بالنفقة على أخته قولوا مثلا ورثوا غير واحد 30 الإبن غياخذ مثلا واحد 20 والبنت 10 إذا كان ساكن خصو يسكنها مزيان إذا كانت هي فقيرة خصو ينفق عليها ويسكنها الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في سورة البقرة وعلى الوارث مثل ذلك كذلك العم هذاك العم قلت لا الآن العم كيجي يأخذ الإرث وكيمشي هذاك غلط ولا يقوم اعوجاج بعوجاج ولا يداوى سرطان بسرطان ذاك العم والأخ الذي يأخذ نصيبه ولا يتكفل بالبنت إذا كانت فقيرة ذاك يخالف الشرع لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلى الوالد مثل ذلك الآية كلها فيها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه
وعلى المولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ماذا؟ رزقهن وكسوتهن. ها المنظومة، ها التعصيب. فهذاك التعصيب راه حظ لك وليس عليك. فهمتي؟ إذا كانت في واحد الوضعية صعبة، فهذا هذا هو الإشكال. لأن دوير زمان راه تقدر تكون الآن في رخاء ويجيك واحد النهار تفقدي الثروة ديالك على الوارث مثل ذلك. إذا كنت في وضعية رخاء وصرت للفقر الوارث خاصو يساعدك. فهذه الوضعية لو علمت النسوية ما فيها من خير لهربت إليها. إذن دكتور طلال، واش نقدروا نقولوا أن هذه النسوية هذه كتهددت التماسك الأسري؟ شوف، هي كتهدد التماسك الأسري وكتهدد التماسك الشخصي للمرأة. كيف؟ تهدد التمسك الأسري لأن الدراسة بيّنت على أن المرأة كلما زادت علاقاتها قبل الزواج كلما قلت نسبة نجاح زواجها. شفت في النسبة في أمريكان 5 ديال الأشخاص، جميع النساء النسبة المئوية أنهم عاشروا 5 ديال الأشخاص قبل الزواج. طيب، هذه الإحصائية كتقول كلما زادت هذه النسبة كلما قل نجاح الزواج. فهذه ماشي تهدد التمسك الأسري بدك الأفكار ديال علاش نرجع وكذا، هذه تفتك بالتماسك الأسري. ثم هذه النسوية تفتك بالتوازن العقلي والسعادة للمرأة، ولذلك رجعنا إلى التعاس. علاش؟ لأن هذه النسوية ترغم المرأة على طريق تعليمية ربما طويلة وتدفعها للعمل، فيجب أن تكون دارسة متفوقة وعاملة متفوقة وزوجة متفوقة وأم متفوقة وككائن جمالي مثل ما يكون في الإشهار وككائن عملي في العمل مثل ما يعطي رجل في العمل. يعني تضغطها ضغطا شديدا يجعلها تنفجر من الداخل وتظن هي أنها تحقق ذاتها، وهي في هذه المنظومة الرأسمالية التي تدعم النسوية يعني حبيسة هذه الضغوطات المتعددة داخليا في الأسرة وخارجيا. المرأة خصها ترتاح وتعطى لها الوقت الكافي والراحة الكافية والصيانة الكافية والنفقة الكافية والرعاية الكافية والعاطفة الكافية، لأن هنا رجال مقصرين بزاف، والعاطفة الكافية لأن تستطيع أن تؤدي هذه المهمة الرائعة التي هي صناعة الإنسان من الجنين إلى أن يصبح رجلا. وهذا الشيء تهدد التماسك الأسري كما قلنا، يعني ممكن أن تهدم هذه الأسرة بهذه الأفكار هذه. طبعا إذا كانت الأفكار تناقض هذا المشوار اللي هو الأصل في التماسك ديال المجتمع، راه طبعا تهدد الأسرة. وخير دليل كما قلت لك يعني نسبة الطلاق تفوق 50%، نسبة في الولايات المتحدة الأمريكية نسبة الأطفال الذين يكبرون مع أسرة فيها فقط الأب والأم أكبر من الأطفال اللي عندهم أب وأم. ونعلم أن الأطفال الذين يكبرون في أسرة مطلقة تزيد نسبة الجريمة لديهم ب 17%. هذا يهدد ماشي فقط الأسرة، يهدد المجتمع. دكتور طلال، بالنسبة لواحد الأخت مسلمة بدأت كتشوف هذه الأفكار النسوية وتربت في هذا الوسط اللي كيشجع النسوية، كتشوف مسلسلات، كتشوف يعني في الانترنت النسويات، تتبع في مواقع التواصل الاجتماعي النسويات، بدأوا تتشبع بهذه الأفكار، شنو تقدر تقول لها؟ شنو تقدر النصيحة اللي توصلها لها إن شاء الله؟ نصيحة هو أنها تبتعد عن كل ما يسوق لها في الإعلام المتفشي الذي يسوق الآن بالدعم المالي هذه الصورة النسوية النمطية. وكتشوف مسلسلات يعني كتقول فيها لا أنا ما نعيش في حال أمي كتربت مالا وكذا وأنا ماشي محق ذاتي واستقلاليتي إلى غير ذلك. هذه كلها أوهام كما بينا في الدراسات. فبالعكس تتمسك بدينها وبأسرتها وبعائلتها وبوليها سواء كان الأب أو الزوج أو إلى غير ذلك، ثم يعني تتوكل على الله لأن تعي بأن فطرتها هي صناعة الإنسان.
ما شاء الله. بارك الله فيك دكتور طلال، كرمتينا بهذه الحلقة، كرمك الله وبارك الله فيك وجزاك الله خير. شكرا على وقتك، شكرا بزاف على المتابعة ديالكم لهذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.